اهلا بيكم. امبارح بالصدفه اكتشفت ان ده ذكرى رقم 26 لحادث غير حياتي. والله العظيم عرفته بالصدفه. امبارح فات 26 سنه على جوازي يعني. ولقيت مراتي بتفكرني بتقول لي النهارده يا خير مش فاكره. قلت لها هي عيد 9/6. قلت لها ماله 9/6 يعني؟ قالت لي عيد جوازنا. ففي الحاجات دي الراجل بيبقى قاعد كده مكسوف. قال لها لا طبعا فاكر، وانا عامل لك بروجرام حافل، انا ولا عامل حاجه ولا منيل، ده انا عندي مواعيد بالعبيط يعني. لكن قلت لها يلا علشان اثبت حسن النوايا يلا نخرج. طبعا 26 سنه مفروض عقد الزواج ينفسخ من تلقاء ذاته يعني، ده سنه بعد التأبيده يعني، ومع حسن السير والسلوك مفروض كان الواحد يخرج من 6 سليل يعني. هي طبعا مبسوطه وراحت لاشره صوره زفافنا على الفيسبوك على صفحتها. طبعا انا ما بنشرش الحاجات دي، فبتيجي تقول لك انت ما شيرتش ليه، بتقوم خناقه يعني. طبعا هي بتضرب مثل باخونا العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين، ما بيسيبش اي مناسبه لما يروح حاطط صوره مراته وكاتب الكلمتين الحلوين، النهارده خرجنا، النهارده قلت لها كلمتين، النهارده اتعشينا، عامل لي مشكله عماد حسين. لما خدت مراته وخرجنا عندنا عاده كده، ايه هي؟ هي ليها ذوق في الاغاني يعني، بتسمع شويه كلاسيك شويه اجنبي يعني. انا راجل على باب الله يعني، وهي طبعا دكتوره ادب انجليزي، انا اسمع قديم واسمع شويه مهرجانات يعني. ف وفي اغنيه شهيره كده اللي هي باشا مش عارف داخلين على الكمين باشا، وانا راجل بقى عايز افضي الدنيا شويه. قالت لي بص احنا حاطين قاعده نلتزم بيها، انت تطلب اغنيه وانا اطلب اغنيه. قالت لي نبدا بيك، عايز ايه؟ قلت لها اخي جوز الظالمون المدى يعني. قالت لي يا نهار اسود، ده في عيد جوازنا؟ والله العظيم ده اللي حصل. قالت لي خلاص انا التزمت، شغلنا الاغنيه. الكلام خدنا مع اغنيه لقينا بنستعيد. قلت لها فاكره اغنيه بسم الله الله اكبر بسم الله؟ قلت لها دي كانت متواجبه بعد ده، وكانت ايام حرب 73. الحوار خدنا ما بين استاذه ادب انجليزي واعلامي، فبتقول لي تفتكر ولادنا واحفادنا، احنا لسه ما عندناش احفاد، هيبقوا فاكرين يعني ايه حرب 73؟ يعرفوا قاده جيش العظام، القاده العظام اللي عملوا لنا هذا النصر. قلت لها ده انا عايز اقول لك بقى التقيله زي ما بيقولوا، ده من يومين ثلاثه كانت الذكرى السنويه لوفاه واحد من اعظم 50 قائد عسكري او قياده عسكريه على مدار تاريخ البشريه. المشير محمد عبد الغني الجمصي، رئيس غرفه عمليات القوات المسلحه في حرب 73، رئيس اركان القوات المسلحه في ديسمبر بعد خروج سعد الدين الشاذلي. اخر وزير حربيه اللي بعد كده الوزاره بقى اسمها وزاره الدفاع. ده راجل كانوا يسموه المرعب النحيف، المخيف النحيف بيسموه كده في اسرائيل. لما حصلت مفاوضات الكيلو 101 ومصر هترجع حته وتحط 7000 جندي في سينا، وهنري كيسنجر قاعد قدامه فقال له السادات بيقول لك احنا هنعمل كيت كيت كيت، قال له يعني هننسحب الجزء ده؟ قال له اه، قال له لا استنى لما اسال القائد الاعلى بتاعي. اتصل بالسادات المشير الجمصي قال له اه ده حصل، ده حصل، قال له اه نفذ. ذهب لينفذ لان ده القائد الاعلى بتاعه، بيحكى في مذكراته بانه غالب دموعه يعني، ازاي السياسه تسحب النصر العسكري بتاعي. هذا هو المشير الجمصي. هل احنا ممكن نعرف حاجه عن الجمصي يا اخوانا يعني؟ هل اجيالنا تعرف الكلام ده؟ احنا في حياتنا وفي تاريخنا، في تاريخ هذه الامه، قاده، قاده عظام، قادة أدب وقادة فن وقادة ثقافة وتحولات سياسية، قادة سياسيين وقادة مناضلين وقادة أيضا عسكريين. تعالوا نشوف التقرير ده اللي عملناه في المصرف فندي لكل شاب وشابة للي قاعد بيتفرج على التوك شو النهاردة والمصرف فندي عن واحد من أبرز 50 قيادة عسكرية على مدار التاريخ العسكري للبشرية جمعاء، المشير الجمصي. قدم استقالته ليفسح المجال لغيره،
ثم عاد مرة أخرى من أجل تحقيق النصر الكبير. إنه المشير محمد عبد الغني الجمصي، النحيف المخيف كما لقبه الإسرائيليون احتراماً لقدراته العسكرية الفذة. ولد محمد عبد الغني الجمصي يوم 9 من سبتمبر عام 1921 في محافظة المنوفية بقرية البتانون، ولعب القدر دوره في حياته بعد أن أكمل تعليمه الثانوي، حينما سعت حكومة مصطفى النحاس باشا الوفدية لاحتواء مشاعر الوطنية المتأججة التي اجتاحت الشعب المصري في هذه الفترة، فسمحت لجميع الفئات والمستويات بالالتحاق بالكلية الحربية. عمل الجمصي بعد تخرجه ضابطا بالمخابرات الحربية، ثم مدرسا بمدرسة المخابرات، حيث تخصص في تدريس التاريخ العسكري لإسرائيل من التسليح إلى الاستراتيجية إلى المواجهة. تقدم اللواء عبد الغني الجمصي باستقالته من القوات المسلحة عقب هزيمة يونيو عام 1967 ليفسح للجيل الجديد الفرصة لاسترداد الأرض المحتلة، ولكن الرئيس جمال عبد الناصر رفض الاستقالة وأسند له مهام الإشراف على تدريب الجيش المصري مع عدد من القيادات المشهود لها بالاستقامة والخبرة العسكرية استعدادا للثأر من الهزيمة. فتولى رئاسة هيئة تدريب القوات المسلحة، ثم رئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة في عام 1973. عندما اقترب موعد حرب تحرير سيناء، كان رئيسا لتخطيط تفاصيل العمليات للحرب، والذي حدد من خلالها التوقيت المناسب للضربة المصرية على إسرائيل، ليصبح العقل المخطط لحرب 6 أكتوبر عقب النصر. اختاره الرئيس أنور السادات قائدا للمفاوضات مع الإسرائيليين بعد الحرب، ورقي وقتها إلى رتبة فريق أول مع توليه منصب وزير الحربية عام 1974. توفي الجمصي في 7 من يونيو سنة 2003، تاركا خلفه تاريخا لا يمكن أن يغفله أحد من نجاحات عظيمة، والتي كان من ضمن أسبابها تخطيط هذا الرجل سواء في الحرب أو في السلام. عن هذا القائد العسكري الكبير معايا على التلفون الصديق العزيز الخبير الاستراتيجي المعروف لواء دكتور سمير فرج. مساء الفل سيادة اللواء. مساء الخير أستاذ محمد، أنا بشكرك بالنيابة عن نفسي، وأنا واثق إن بالنيابة عن كل القوات المسلحة المصرية إن في حد بقى بيفتكر القادة العظام اللي زي المشير الجمصي. الأجيال الجديدة زي ما حضرتك قلت لازم تعرف الناس دي قدمت إيه للبلد، لأنهم كانوا في يوم الأيام قدوة لكل ضابط في القوات المسلحة. والنهاردة أعتقد أنا سعيد جدا جدا ما تصورتش قد إيه وإن حضرتك بتقدم هذا القائد العظيم اللي أنا كان ليها شرف إن أنا خدمت معاه خدمة مباشرة في هيئة العمليات خلال الحرب. الراجل ده يعني ما يتقى. طبعا أنا بشكرك كمان على التقرير، هايل، طاقم الإعداد بتاعك متميز فعلا ما سابش حاجة. ولكن هذا الرجل بيطلق عليه إنه مهندس حرب أكتوبر 73، لأنه كان أياميها رئيس هيئة عمليات. وبرضو نوضح للسادة المشاهدين، هيئة العمليات دي هي الهيئة التي تخطط لأي حرب، ولما تحصل الحرب هي بتدير هذه الحرب. هو أما تخرج طبعا من الكلية الحربية خدمته الظروف أنه دخل سلاح المدرعات، وطلع في أول حاجة في المنطقة الغربية في الحرب العالمية الثانية اللي كانت مسرح بين رومل ومنتوجمري. فيعني هو نفسه كان بيقول مرة، أنا تعلمت كتير من عمليات المناورة بتاعت منتوجمري ورومل. هو تأهيله العلمي، لأن احنا في القوات المسلحة بنقول أنت تعلمت إيه؟ أولا أركان حرب من مصر، ثم أركان حرب من فرنزا اللي هي اعظم كليه اركان حرب في كانت اهميه في هذا التوقيت، متخرج منها علي اسماعيل والجمصي والشاذلي وحتى مبارك، يعني كل القاده العظام في هذا التوقيت كانوا بيطلعوا الى فرنسا. وبعدين كليه الحرب العليا في اكاديميه ناصر. زي ما انت قلتوا ان بعد 7 سنين قدم استقالته، ولكن الرئيس السادات رفض وتولى عدد من الوظائف. عشان نعرف انت بعد حرب 67
قدم استقالته. قدم استقالته ولكن عبد الناصر هو اللي رفض. عبد الناصر رفض وقال له لا انت هتمسك هيئة التدريب عشان تدرب القوات اللي هتنفذ العبور. كان جات لنا اهميه اسلحه جديده بقى من روسيا، المركبات التوباز والبيكي والدبابات الجديده، فكان لازم هناك هيئة تدريب تدرب. وبتدرب ايه؟ قوات بريه، بحريه، جويه، دفاع جوي. فكان مشرف هذا الكلام. ايضا تولى وظائف ايه؟ قائد لواء مدرع مرتين، اللي هو الخامس اللي هو الثاني، رئيس اركان سلاح المدرعات، قائد مدرسه المدرعات، رئيس اركان الجيش الثاني، وزي ما قلنا رئيس هيئه التدريب. دي كلها مناصب رفيعه في المؤسسه العسكريه بالظبط. وبعدين مدير المخابرات في 72، ومنها تعين لرئيس هيئه العمليات عشان يدير حرب. كلمنا على الفتره اللي حضرتك اشتغلت معاه فيها. تمام يا فندم. انا قبل حرب اكتوبر بثلاث اسابيع، انا كنا طلبه في كليه حرب الدوره 25، جم قالوا لنا الصبح هتتخرجوا يوم الخميس. تخرجنا، انا طلعت الاول وكنت رائد، فتكافئ اروح فين ودوني هيئه العمليات. عشان كده بقول لك هيئه العمليات فيها خير ضباط القوات المسلحه، وعلى راسهم طبعا رئيس هيئه العمليات. بعديها بيومين رحنا نفتح مركز العمليات الرئيسي اللي تدار منه الحرب. والغرفه الرئيسيه انا قعدت فيها مع هذا الرجل يا حوالي شهر ونص. الغرفه الرئيسيه كان بيقعد على البنش الرئيسي رئيس السادات في النص، يمينه المشير احمد اسماعيل كوزير حربيه في هذا التوقيت، شماله شعد استازلي، وشماله المشير الجمصي رئيس هيئه عمليات، وهو اللي بيدير المركز كله. والمركز فيه مئة مين، اللي هو فؤاد نصار مدير مخابرات، اللي هو الماحي مدير مدفعيه، كل المديرين موجودين في هذا المركز. فالغرفه العمليات كل دول كانوا على يمينه وشماله. انت بتذكر اسماء عظيمه. طبعا، ما هم دي اللي خطط حرب اكتوبر. صحيح، دي اللي خططت يا محمد حرب اكتوبر. صحيح، دول العظام. السادات كان قاعد في النص، واليمين احمد اسماعيل، شماله الشاذلي، وبعدين الجمصي الرئيس هيئه العمليات وبيدير العمليات في هذا التوقيت. تمام. فعشان كده كان كل وزائد المديرين حواليه. انا فاكر الساعه 12 يوم 6 اكتوبر دخلنا نصلي في اوضه صغيره، احنا تحت الارض حاجه و30 متر طبعا، عشان اذا المركز ده ضرب بالقنبله الذريه يكون قادر انه يصد يعني. ويوم بعد ما صلينا وقال لي تفتكروا هنعبر بقى، بعد ما نعبر وندمر خط بارليف ونعمل راس الكوبري نطلع للمضايق. فاياميها اللي هو البير الله يرحمه كان فرع التخطيط قال له مش يا فندم، لما نقتحم قناه السويس ولما نستولى على خط بارليف. قال انا عارف، انا بس بقول لكم عشان واحنا بنشتغل في لنا هدف تاني ان احنا هنكمل، مش تفتكروا ان احنا هنخش راس الكوبري وبس. فانا بفهمك، بدينا بقى العمليات وبدينا الحرب. هذا الرجل منتهى الانضباط، سريع البديهه، سريع اتخاذ القرار، ولا يتردد ان يقول رايه بمنتهى الامانه. وكانت بتحدث يعني العديد من المناقشات. صحيح، الرئيس السادات مفاوضات الكيلو 101. وبعدين طلع بقى واحنا في لما وقفنا اطلاق النار عينوا الرئيس السادات يحضر مباحثات فصل القوات في الكيلو 101 قدام ياريف اللي هو مدير المخابرات الاسرائيليه. وحقيقي في رجع تقريبا كل اللي احنا كنا عايزينه في فصل القوات عملوا طبقا لمطالب الرئيس السادات بصفه القائد الاعلى، واحنا كضباط القوات المسلحه. فهذا الرجل حقيقي يعني انا في يوم من الايام كان هذا الرجل بيمثل لي مثل الاعلى، قدوه. كان نفسي اشوفه وهو بيتكلم وبيشرح الخطه، راجل عسكري منضبط، الاداء بتاعه عسكريا، البادي لانجوج بتاعته كان بيجبرك على احترامه. احنا حبينا نقدم ده للاجيال الشابه النهارده دكتور سمير. بالظبط، لانه مثل وقدوه الناس لازم. عشان كده انا بشكرك فعلا انك انت النهارده عرضت هذا الرجل، هذا القائد العظيم اللي صنف زي ما انت قلت فعلا من 50 شخصيه عسكريه في العالم، عشان الناس في المصريين يعرفوا ان هذا ان احنا عندنا قادة عظام هم اللي خططوا واداروا حرب اكتوبر. وابسط حاجه ان احنا نكرمهم في مجلسك. شكرا جزيلا لواء دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي المعروف. تحية لكل قادة القوات المسلحة اللي أدوا هذا الدور العظيم. وزي ما بنذكر الجمصي، خلي بالك النهاردة 10 يونيو تاريخ التنحي عبد الناصر يعني. وأنا لفت انتباهي، وده جزء من أمانة التاريخ، رئيس الدولة هو موظف عام طالما بيتقاضى أجر من الدولة والشعب اختاره. فالموظف العام عندما يريد أن يترك وظيفته فإنه يستقيل منها أو يستقيل منها،
لكنه لا يتنحى. خرج عبد الناصر في خطابه الشهير واللي كتبه له الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل وقال: أريد أن أتنحى عن كافة مناصبي. لماذا؟ ودي لغة جديدة في الخطاب. هو الأصل أن يقول: أنا كرئيس جمهورية مسؤول عن هذه الخسارة، أقدم استقالتي للشعب المصري فقط. ولكن زي ما هيكل تلاعب بالألفاظ وسمى هزيمة العار بالنكسة، أيضا خاف أن يخدش صورة الزعيم وقرر أن يقول على لسانه، يقول له: قول إنك تتنحى، بلاش نقول كلمة استقالة. لكنها كانت هزيمة العار. ولولا قادة زي محمد عبد الغني الجمصي وأمثاله العظماء قادة النصر اللي مسحوا عار 67، شهادة حق نذكر بها هؤلاء. وأيضا لا نكذب في التاريخ، كانت هزيمة ولم تكن نكسة، وكان ينبغي على عبد الناصر أن يقول: إني أستقيل، ولا يقول: أني أتنحى. طيب، وإحنا بنتكلم على القادة العظام، وكنت ببدأ قصتي بعيد زواجي، عايز أقول لكم في موضوع مهم هفتحه بعد الفاصل. شابة ريفية كاتبة أهلها كاتبين لها قائمة منقولات بمليون جنيه، ثم حدث الانفصال وعايزين العريس يورد المليون جنيه أو قائمة. الانفصال حصل بعد سنة ونص جواز، فماذا حدث وإيه هي النفقة اللي هتاخدها؟ بعد الفاصل هيبقى عندي موضوع كبير جدا حول هذه القضية. بس عايز أقول لكم القصة دي فكرتني بواقعة حصلت معي منذ قرابة 3 سنوات، وأنا داخل باب مدينة الإنتاج الإعلامي استوقفني رجل يعني 60 سنة، ويا أستاذ خير الكلام ده، أنا من إحدى قرى من إحدى قرى الدلتا تحت أمرك. قال لي: أنا بجهز بنتي وعاوزك تساعدني. وهو بيعمل موظف وظيفة وسطى كده. قلت له: تحت أمرك، ناقصك إيه؟ وأنا هكلم لك جمعية أو كذا. طب تحب تدخل تعمل مداخلة على التليفون والناشد أهل الخير؟ قال: لا، أنا كده هتفضح وأفضح بنتي، أنا جايب لك ورقة بالأجهزة الناقصة. قلت له: حاضر. ظرف مقفول خدته حطيته في درج عربيتي وقلت هقراه لما أفطر. تاني يوم بفتح الدرج بتاع العربية ده، بيسموه يا زوام، المهم علشان أطلع الجواب التابلو، طلعت الجواب بفتحه. أنا بقى والله العظيم نازل بقى نية خالصة، الراجل ده لازم يجهز بنته والدنيا تخلص. يعني هو هيبقى طالب إيه؟ بوتاجاز، غسالة صغيرة، مانيوال ولا حاجة والكلام ده، وملايتين سرير وكلام. والله وبدون مبالغة هذا الأب قدم لي جوابا، فتحته كان عبارة عن 4 صفحات عرايس كبيرة كده، وكاتبها بخط إيد أحمر وأزرق. الأحمر يقول لي فيه قائمة الأجهزة الكهربائية، قائمة كاتب تحت الأجهزة الكهربائية لا أنسى 3 غسالات، غسالة فول أوتوماتيك، غسالة هاف أوتوماتيك، غسالة أطفال. كاتب لي أكثر من 150 ملاية سرير. طبعا دي كانت بالنسبة لي مفاجأة جديدة، فاتصلت بيه: يا فلان، هو انت مديني الجواب ده؟ انت فعلا مزنوق عايز تجوز بنتك ولا انت تاجر وبتضحك عليا؟ قال لي: لا، ده جهاز البنت في القرية بتاعتي. قلت له: والله العظيم انا ما في بيتي كل الكلام ده، يعني اكيد مش في بيتي 150 ملاية يعني ولا ملاية سرير. فوجئت بما لم اكن اعرفه عن هذا المجتمع، ان النهارده انت بيطلع عينك والام تستلف وتمضي كمبيالات على بياض ويبقوا غريمات ويروحوا للحكومه ويا عبد الفتاح يا سيسي عايزين نطلع الغريمات من السجن وجمعيات خيريه. نحن نبحث هذه المشكله بعد الفاصل، ايه اللي بيحصل في قائمه المهور والغلاء؟ وتعمل لي قائمه منقولات لعريس دخله الشهري لا يتجاوز 2000 جنيه بتمضيه على 1000000 جنيه؟ لا، نطلع فاصل ونفتح هذا الموضوع.
قبل الفاصل كنت بكلم حضراتكم عن الأب اللي حب يجوز بنته وقابلني من 3 سنين، وهو وبنته ساكنين في إحدى قرى المحافظات وسط الدلتا، وقدم لي قائمة. ده مفروض هو يبحث عن من يساعده، فاللي بيبحث عن من يساعده في تزويج بنته بيطلب حاجات بسيطة، يعني بكتيرها لا تتجاوز 10-15 ألف جنيه. فانت بتكلم كم جمعية خيرية، كم شخص خير، والموضوع بيخلص. فوجئت ان هو عامل لي قائمة، يعني لو انت هتترجمها الارقام هي ارقام فلكية. وانا ضربت لحضرتك نموذج بس بالاجهزة الكهربائية، كاتب كده بند اسمه الغسالات، غسالة فول اوتوماتيك، غسالة هاف اوتوماتيك، وغسالة بيبي، غسالة اطفال. قس بقى على ذلك، يعني هو حاطط تلفزيون في اوضه النوم وتلفزيون في الصاله، واذكر ان هو كاتب لي غساله اطباق. يعني انا بصراحه لم اتعاطف معه، لكن فوجئت بعد ذلك ان هذا هو الالف او العاده في كل قرى الريف، سواء في وجه بحري او الصعيد. الملف ده لازم يتضرب. بس ذكرتني بيه الصديقه العزيزه نهاده بالقمصان الحقوقية البارزة، وهي كاتبة على صفحتها بصفتها محامية كمان، بيجي لها ناس ارفع لنا قضية خلع، البنت عايزة تتطلق، وتفاجأ بمنقولات مقدارها 1,000,000 جنيه. هنفتح الحوار بس بعد ما نشوف هذا التقرير. احدى قرى محافظة الغربية قرر فيها الاعيان انهم يخففوا على اهل العروسين، يلغوا النيش، يلغوا الحنة، يلغوا حفل الخطوبة، بحيث الدنيا تبقى بسيطة. نشوف التقرير ونرجع. ضيوفي الأعزاء نهاد أبو القمصان الحقوقية والمحامية البارزة، وفضيلة الشيخ أحمد ممدوح. في الريف المصري بنشوف عادات وتقاليد غريبة في الزواج، وللأسف بتكون تكاليفها كتير، وغالبا بتصبح بعد كده عبارة عن دين على العريس وابوه وعلى العروسة ووالدها. وعشان كده أبناء قرية أبو حمر في مركز بسيون محافظة الغربية عملوا مبادرة جديدة لتيسير الزواج والحد من غلاء المهور. المبادرة عملناها الأول ليه؟ عشان حسينا في الفترة السابقة إن في مغالاة كبيرة جدا في المهور وفي تكاليف الزواج. والحالة معظم الناس عندنا هنا قرية، معظمنا فلاحين، فالأمور هنا يعني إلى حد ما مش مستوى المعيشة مش مرتفع قوي، فالناس معظمها حالتها على قدها. من هنا بدأنا المبادرة عشان يعني نحاول نساعد الناس ونحاول يعني نعمل حاجة لأهالينا. قبل ده كله زي ما ربنا قال وزي ما الدين بتاعنا بيقول، عدم شراء الذهب والاكتفاء بدبلة وخاتم ومحبس وكتابة الباقي في القائمة حفاظا لحق العروسة، عدم شراء النيش بكل محتوياته والاكتفاء بأدوات المطبخ الأساسية للتوفير على عائلتي على العروسين، شراء الأجهزة الضرورية فقط للمنزل، عدم المغالاة في شراء السجاد البايظ الثمن، الاكتفاء بالغرف الأساسية للعروسين، غرفة النوم وغرفة الأنتريه. مدى شرعيتها بتستمد شرعيتها من مبدأ التيسير وإنهاء التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وبتمتد شرعيتها من تيسير النبي صلى الله عليه وسلم على الشباب في الزواج، وبتمتد شرعيتها من عدم المغالاة والرحمة بالآخرين. فإن كان القادر يستطيع أن يجهز بنته على أعلى مستوى فهو يضر غيره الذين يحزون حزوة، فالبنات ينظرون إلى بعضهم البعض. فالبنت إذا رأت أول بنت جابت ثلاجة في البلد، كل البنات اللي بعدها استدانوا لشراء ثلاجة. إن شاء الله. أنا أصلا بدأت بقى، أنا جوزت كانت بنتي مهندسة من 5 سنوات، جوزتها على نفس القائمة دي وأقل من القائمة دي. فأنا من يعني أنا بدأتها، والبنت الثانية إن شاء الله اللي هي حاليا في نهاية آخر سنة في الكلية بإذن الله برضو متفق مع عريسها على نفس الكلام ده. إحنا بنشجع القائمة دي، ممتازة جدا، البنات عايزين تمشي بيها وميسرة جدا. انا من نفسي يعني من حوالي 20 سنه 21 سنه منحت موضوع حاجه اسمها مواسم دي. يعني انا لو معايا بنت واتجوزها ولا بنتين مش هيكفيني بتاع 1,000,000 جنيه عشان اتجوزها. فالقايمه دي بالنسبه لي يا جماعه ميسره، وفي جماعه عندنا واقفه هنا في ابو حمر ماشيه بالموضوع ده من زمان، يعني بس في ميسر، بس الموضوع ده عايزين ننفذه على قرى بسيون كلها. مبادرات ابناء قرى ومراكز الريف المصري في التيسير على المتزوجين هي مبادرات مهمه جدا وجميله، وهتكون ناجحه لو اتطبقت صح
وتحقق الهدف منها. عبد الرحمن داود، المصر فندي. المبادرة دي مفروض احنا ندعمها، مفروض نشيرها على صفحاتنا على الفيسبوك، المغالاة في المهور وفي قائمة المنقولات الزوجية لن تبني عشا سعيدا. تعالوا نروح للمحامية البارزة نهادة بالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وأيضا فضيلة الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى السابق بدار الإفتاء. هبدأ أستاذة نهاد، أنا بعد التحية طبعا قرأت لحضرتك على الفيسبوك على صفحتك قصة كده، أرجو أنك تحكيها لي أنا والسادة المشاهدين. أنا يعني دي حالة متكررة، ما هيش قصة لوحدها. نعم. والحقيقة يعني بستغرب جدا، يعني يجيلي واحدة مثلا اتطلقت بعد كام شهر من الجواز وطردها برا البيت وغير الصالون. طيب الفرش بتاعها اللي هي جايباه زائد الفرش اللي هو جايبه عاملين بيه قايمة، القايمة دي بمليون ونص، حاجات غريبة كده. فمرة مسكت يعني قعدت مع والد بنت من اللي جايبين لي القوايم دي، ودخلت بقى ناقشوا فيها، فلقيته مثلا في قايمة من القوايم جايب 50 ملاية. فقلت له ليه يا حاج، هو أنت كنت بتفرش فندق؟ فقعد يحلف لي إن دي القايمة الحقيقية وإن مفيش فيها مبالغات، بالعكس جايب لها 3 طقم ذهب ما تحطوش في القايمة علشان لما تدخل ما يقولوش إن هي جاية من بيت أبوها من غير ده. فأنا الموضوع استرعى انتباهي جدا. برضو فكرة غسالة البيبي والغسالة الأوتوماتيك والغسالة الهاب ليه يا جماعة؟ يعني هي أصلا ورحمة أمي متجوز في غسالة واحدة ومش عايز أقول لك هاف أوتوماتيك، يعني يا محمد أنا متجوزة من غير تلفزيون. يعني أنا جبت غسالة أوتوماتيك وغسالة أطباق بعد الجواز يعني. لا أنا اتجوزت بيهم بصراحة لأن ما كانش عندي استعداد أقف أغسل المواعين، إنما كان لازم نختار ما بينهم وما بين التلفزيون. صحيح. نفس التلفزيون. يعني هي الفكرة الحقيقة اللي أنا مستغرباه، إنه في بعض الأسر بتقعد 10 سنين تقعد تحوش للبنت جهاز من وهي في إعداد، وبعدين أول البنت ما تتخرج سواء تاخد دبلوم أو جامعة يجوزوها، لا عندها خبرة ولا بتشتغل ولا واقفة على رجليها ولا أي حاجة. وطبعا لأن البنت بالبيت للمدرسة ومتجمعة للبيت وبتاع، فما فيش حتى خبرة في التعامل مع الناس، فتتجوز تخبط في جوزها وجوزها يخبط فيها 2-3 شهر هوب بقت في الشارع، والاستثمار بتاع الحياة دي كلها ضاع لأنه هو التانيين. أنا برضو مش قادرة أفهم الطرف الثاني أو أهل الزوج يستحلوا ده إزاي، ومع ذلك مش هو ده. ده انت حضرتك فيما كتبتيه على صفحتك قدمت اقتراح حلو، يعني قلتي لو احنا ناخد 2/3 المبلغ ده ونجيب للبنت بيه شهادات في البنك يدر عليها عائد يحفظ لها قيمتها اقوى. يعني انا بقول لك يعني الراجل حد جاي لي بقايمه قال 1.5 مليون، قلت له تصدق يا عم الحاج، انت لو من وهي في اعدادي كل القرشين اللي حطيتهم في شويه الحلل وشويه الفرش كنت فتح لها بيه دفتر توفير في البنك، النهاردة 1.5 مليون دول يجيبوا لها في الشهر 12500 جنيه دخل شهري. يعني انت حطيت استثمار عمرك في جوازة ما كملت في كام شهر، في حين ان هي لو بيجي لها في الشهر 12000 جنيه ولا 10000 ولا حتى القايمة العادية دلوقتي 1.5 مليون دي تجيب في الشهر 4000 جنيه. يعني كان هي القايمة العادية النهاردة بنص مليون؟ تصور يا محمد، ده انا مش عارفة ايه ده. طب انا عايزة اقول لك على حاجة غريبة جدا، انا بشوف ده الطبقات اللي هي طبقة وسط عادية زي حالي اللي هم مش لاقيين، اللي بياخدوا تكافل وكرامة، اللي بيدوروا على شغل بعد الدور، او ناس بسيطة. يعني الست اللي بتيجي تساعدنا مثلا تقول لك عايزة اجيب للبيت طقم جيلي، قلت لها تصدقي بالله انا ما عندي طقم جيلي في بيتنا، يعني انا شخصيا اهو ما عنديش طقم جيلي يا جماعه والله. فهي الفكره الاساسيه ان الناس دماغها متخيله ان هي كده بتاسس سفينه نوح. فسفينه طيب. نوح دي اسمحي لي استاذه نهاد اروح لفضيله الشيخ احمد ممدوح. مساء الخير مولانا فضيله الشيخ احمد ممدوح. شباب طب عند حضرتك تفسير ايه اسباب المغالاه
مغالاة الأهل في إنهم يكتبوا قايمة بالأرقام دي؟ المعايرة، معايرة الجيران، تقول لك إيه ده، ده من الصبح لازم العفش يطلع على عربيات نص نقل ومفروض والناس تتفرج عليه. أنا بقى عندي اقتراح تاني، اكتبوا إن إحنا هنجيب للبنت 5 ملايات والحاجات الضرورية والأساسية واللي يأسسوا فيها، وهنحوش لها من وهي إعدادي اقساط في شقة، هتقولها شقة يا جماعة، واكتبوا في القايمة كده واتباهوا قصاد بعض، أنا بنتي مجوزاها في بيت جوزها بس عندها شقة بتاعتها، تأجرها بقى تجيب لها ريع يوم ما تتجوز. هقطع حضرتك واروح لفضيلة الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى السابق بدار الإفتاء المصرية. مساء الخير فضيلة الشيخ. مساء النور يا محمد بيه، بس أنا مش سابق، أنا حالي. حالي، أنا آسف، معلش. حسن الزوام والإعداد هنخصم منه. طيب. لا عايز لا أعرف بس بالحضرتك مبدئيا، وإحنا بنناقش قائمة المنقولات الكبيرة اللي بقت الأسر مشهورة بيها ويمضوا العريس عليها، هل دي تتفق مع الشرع أو الشريعة الإسلامية حددت إيه؟ الأصل على ما أذكر أن الرسول قال يعني بمبالغ بسيطة زوجوا بناتكم. أولا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. هي القايمة عرف مصري قائم على قضية أن هو يريد حفظ الحقوق، فبما أنه يريد أن يحفظ الحقوق فلابد أنه هو بيثبت شيء فعلا من حقوق المرأة. فتأسيس منزل الزوجية للمرأة بتؤسسه من معاها، الجزء اللي بتؤسسه القطين يعني مثلا أو الأقل أو الأكثر اللي بتأسسه دي حاجتها، اللي بيجيبه الزوج في الأساس ده برضو من جملة المهر والمفتى بيه والمقضي بيه، إن الأساس اللي بيؤسس دي منزل الزوجية من قبل الزوج ده جزء من المهر من حق المرأة. فلفساد الزمن المصريين ابتكروا قضية القائمة ديت بيثبتوا فيها ما تم شراؤه بالفعل علشان ما الراجل ما يبددوش ما يكحدوش كذا إلى آخره. فيبقى علشان القائمة دي تبقى مرضي عنها لابد أنها تكون معبرة عن واقع أو عن حقيقة، ما فيهاش كذب وما فيهاش فشخرة وما فيهاش أنها تبقى ورقة ضغط على الزوج عشان نلوي دراعه علشان لو ما عملش اللي احنا عاوزينه هنتدينه. أنا بتكلم فضيلة الشيخ عن المغالاة في تجهيز الفتاة في الريف وفي الصعيد، أستاذة أيوة أبو القمصان كاتبة بتقول أنا بتجيلي حالات قائمة المنقولات تتجاوز 1,000,000 جنيه لأسر بسيطة أساسا. ما هو كلامي بيلتقي مع كلام حضرتها في إن إحنا بنقول لابد أولا إن القائمة إيه اللي هيعملها، لأنها مش واجب إنها تفعل، يعني دي اختيار. في بيوت تقول لك لا ثقافتنا إحنا مش هنكتب قوايم، ما بنقول لهمش يجب عليكم إن أنتوا تكتبوا قايمة، فلا يكتب قايمة، القايمة تبقى معبرة عن واقع وعن حقيقة وما يبقاش فيها كذب. طيب الحقيقة دي بقى كيف تكون؟ احنا بندعو الناس الى التخفيف في المهور تيسيرا على طالب الزواج، بيقول لك انت كده اللي اتجوزها رخيص تبقى بنت رخيصه، يعني ثقافات بقى يعني شخصيه، يعني مش ضروري طبعا اللي اتجوزها رخيص تبقى بهذا الوصف، انما انت في الاول وفي الاخر علشان بنتك تبقى غاليه او رخيصه انت دور على مين اللي هتناسبه. فالغلو والرخص مش في ان انت تعمل قايمه بمليون جنيه ولا قايمه بنص مليون جنيه ولا اكتر ولا اقل، الغلو والرخص في ان انت بتعمل اللي عليك وبتجهز بنتك ادبيا وتعليميا واخلاقيا بالقدر اللي تقدر عليه، وبعدين بتكمل رسالتك ان انت بتختار لها ابن الحلال اللي يكون مكانك لها ويصونها ويرعاها وكذا الى اخره. فمش ابن الحلال ده مش اللي هيخليه ابن حلال العصا السحريه اللي اسمها القايمه، اللي هيخليه ابن حلال. اتفق معاك. طب استاذه نهاد في امور اخرى نعمل ايه يا استاذه نهاد؟ يعني انت بتنصحي الاهل بس برضو النصح مش هيجيب نتيجه، الناس مصره على الفشخره. يعني لا، انا بنصح الاهل يخلوا البنت تكمل تعليمها وتنزل تشتغل وعظمها ينشف وتقابل ناس حلوة وناس وحشة، فهيبقى عندها وعي وقدرة على إدارة حياتها بشكل أفضل. ساعتها هتعمل زي وزيك يا محمد كده لما جينا نتجوز، هتعمل ترتيبات
لأولويات أنت ومنى طبعا لما جيت تتجوز منى وحافظ هتعمل ترتيبات الأولويات بشكل صح. أنا مع أن الجوازات تبقى خفيفة بصراحة يعني عشان الطلاق يبقى خفيف بالمناسبة لأنه القايمة بمليون جنيه دي اتقفل عليها وتغير الكالون واترمت البنت يعني ما حمتش البنت القايمة الكبيرة. طبعا بنجري في المحاكم بقى ومرمطة وبهدلة وقلة قيمة. إنما لو الجوازة خفيفة خفيفة كده عمروا مع بعض أهلا وسهلا معمروش مع بعض وكل واحد يروح لحاله. أنا الحقيقة عندي فكرتين، يا إما نشتغل بمنطق إن إحنا متمسكين بقى بالشرع فلازم نتكلم عقلة أو بمذهب أبو حنيفة اللي هو اجتهاد ما هوش الشرع يعني، فنصر على مهر كويس ومحترم وتاخدوا البنت تشيله والراجل جاهز زي ما هو عايز، يا إما نتكلم على فكرة يعني أرحب في التفسير السريع وإن العلاقة الزوجية تبقى مبنية على الشراكة، فزي ما اتجوزوا أسسوا البيت مع بعض لا نعمل قايمة ولا بتاع، لكن ساعة ما يحصل طلاق نقسم كل حاجة في البيت سوا زي ما أسسنا سوا وبنقول للراجل انت اعمل أوضة وهي تعمل أوضة ومين يجيب السجاد ومين يجيب النجف، برضو ساعة ما نيجي نفصل العلاقة نفصلها برضو بالشراكة ونخلص من فيلم الأحكام. طب انتظري معي هروح لفضيلة الشيخ أحمد ممدوح، تعليقك على هذا الاقتراح أو بماذا ترى؟ هو أنا تعليقي بس على كلام مدام نهاد، هو الموضوع القايمة ملوش علاقة لا بمذهب أبو حنيفة ولا بمذهب غيره، أنا بقول ده عرف مصري، يعني ما فيش الكلام ده مش موجود في المذاهب الإسلامية، ما فيش الكلام ده في كتب الفقه ولا طبعا في الكتاب. بتتكلم على المهر يعني؟ أنا بتكلم على القايمة، فكرة القايمة دي فكرة مش موجودة في المذاهب، بقول لحضرتك دي، ومش معناها إنها مش معنى كده إنها مرفوضة، إنما أنا بقول إنها فكرة عرفية، عرفية مش موجودة. والإسلام أحد مصادر التشريع الإسلامي العرف، نعم. العرف أه طالما ما بيصادمش الشرع مفيش مانع، لكن الفكرة الثانية اللي حضرتك بتقولها اللي هي المقاسمة دي، دي أمر ما نقدرش نلزم بيه الناس إلا بالتراضي، لأن أنا ما أقدرش أخد حاجة مش بتاعتي ولا حد ياخد حاجة مش بتاعته إلا لو أنا وافقت أو الطرف الآخر وافق. أما دام ما فيش موافقة يبقى ليس إلا الحقوق، الحقوق معناه اللي أنا جبته بيخصني ده بتاعي واللي أنا جبته وما يخصنيش ده مش بتاعي بالنسبة للطرفين الرجل والمرأة. أما لو الاثنين تراضوا على حاجة معينة فالأمر واسع بقى إن شاء الله. طب هسألك سؤال شخصي هسألك سؤال شخصي فضيلة الشيخ، قولي هل تجوز بنتك مثلما زوج أحد الأباء ابنته مؤخرا بورقة كده إنك تأتمن على بنتي، من يأتمن على العرض؟ أكيد هنأتمنوا على المال. أيوة شفت أنا الورقة دي. هل تجوزها كده ولا تمضي العريس على القايمة؟ انا بنتي عندها 3 سنين لسه. لا ما انا يعني العمر الطويل ليا وليك واحضر الفرح بتاع بنتك ان شاء الله. بس انت ايه رايك يعني؟ انا هو مثال مجازي يا فضيله الشيخ يعني. والله انا اتجوزت من غير ما اكتب قايمه، فموضوع القايمه انا لا ارفضه ولا في نفس الوقت يعني اجعله شرطا لازما وانه هو الجواز ما ينفعش من غيره كده. المساله نسبيه، انت بيبقى لك نظره في الشخص اللي بيتقدم لبنتك، فبالتالي انت مواضيع التوثيق وحفظ الحقوق دي بتلتفت اليها او ما بتلتفتش اليها. وفي الاخر انا بقول اللي عاوز يكتب الراجل اللي انت عاوز تكتبه له، لو الراجل خسيس وواطي البعيد وعايز يطلع الست بثياب النوم من البيت وتمضيه على كل حاجه عشان تفر من جحيم علاقتها بيه هتعمل كل حاجه ولو انت كتبته ما شئت. أشكرك فضيلة الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وأروح للمحامية نهاد أبو القمصان. أنت تميلي إلى تزويج بنتك بقايمة وسط معتدلة ولا قايمة فيها مغالاة، ولا من يؤتمن على العرض يؤتمن على المال؟ أستاذة نهاد. أيوة فندم. بقول لحضرتك لما تيجي تجوزي بنتك تجوزيها بقايمة كبيرة ولا قايمة معقولة وسط خفيف خفيف، ولا تمضيه على مقولة من يؤتمن على العرض يؤتمن على المال؟ أنا مش هجوز بنتي غير لما تقف على رجليها وهي تقرر تعمل إيه وحياتها تديرها إزاي، مش أنا اللي هدير لها حياة. أنا شخصيا ما أعرفش قايمتي فين لأني كنت واقفة على رجلي ومش فارق معايا الكلام. فأنا بالنسبة لي أهم حاجة إن بناتي
يقف على رجليهم، عندهم قدرة على اختيار وإدارة حياتهم بشكل أفضل، وساعتها مش هيفرق معايا لا خشب ولا ورق ولا بتاع. بس اللي هيجي ياخد بنت من بناتي بقى هيبقى عارف ان اعرف اجيب حقها كويس. ده موضوع تاني بقى. تخوف العرسان. شكرا جزيلا للمحامية والحقوقية البارزة نهاد أبو القمصان. طيب نهاد أبو القمصان بتتكلم على أسرة اللي جات علشان عايزة بنتها تتطلق من جوزها. عايز أقول لك مثلا الطلاق في الوسط في المجتمعات الإسلامية ومنها مصر يعني أمر بسيط جدا، يعني الرجل يقول لمراته أنت طالق خلص الموضوع. كوريا الشمالية لا، رئيس كوريا الشمالية لاحظ ان معدلات الطلاق بتزيد. الطلاق في كوريا الشمالية لو يجي الزوج عايز يطلق مراته كده طلقها زي ما انت عايز، بس اليمين لا يقع، انجاز تعبير اليمين يعني. طب انا كوري في كوريا الشمالية ومتجوز كورية اعمل ايه؟ اروح المحكمة، محكمة اسر، واذكر الاسباب اللي تدفعني للطلاق. هما محددين اربع اسباب، موجود فيهم يا باشا كنبه، مش موجودين يلا زي العقم زي الخيانه يعني حاجات كده. طب ما فيش الاسباب دي، بس انا يا اخي خلاص بقى زهقت مش قادر، اتعودت عليها جامد قوي يا عم يعني، ففات علينا سنين كتيره جواز، لا انسى. طيب رئيس كوريا الشماليه خلي بالك انت لحد دلوقتي مش هينفع تطلق الا لما تروح المحكمه. لاحظ ان طلبات الطلاق امام محكمة الاسرة بتزيد قوي. هو المحكمة ما طلقتش، ما فسختش العقد، ده بس الناس زادت. زادت ليه؟ مش لاقيين ياكلوا، والكورونا والدنيا اللي انت عارفها، وقعدوا في البيت مع بعض اتخانقوا. فرئيس كوريا الشمالية راح واخد قرار، قال لك اللي هيقدم طلب طلاق هحبسه 6 شهور في معسكر. الزوج يا رئيس كوريا الشمالية قال لك لا، اللي هيقدم الطلب، لأن الزوجة من حقها تقدم طلب طلاق، اللي هيقدم الطلب هيروح يتحبس 6 شهور. تخيل احنا بقى لو طبقنا القاعدة دي في بلادنا، أنا ما قلتش مصر، أنا قلت بلادنا، يعني الدنيا هيبقى وضعها إيه؟ الله أعلم. لكن على أي حال من الأحوال احنا ما نحبش يعني المغالاة في المهور، والله يعني والله ده ولا بيظبط بيت ولا حاجة. وطالما كان معانا بقى فضيله الشيخ ممدوح، عايز اقول لحضرتك حاجه جميله حصلت في مصر مؤخرا نتوقف امامها. بتتكلم على سماحه الاديان السماويه وفضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب بيسعى الى حوار الاديان بينه وبين بابا الفاتيكان. وفد كنسي من الكنيسه الانجيليه راح التقى بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقال له أنا إحنا عايزين الأزهر بصفته مرجعية الإسلام الأولى والوحيدة في العالم الإسلامي تنشئ مركزا إسلاميا داخل الكنيسة، داخل الكنيسة. ده حدث عظيم قوي بالمناسبة، ده سماحة في الإسلام، مركز دراسات أزهري داخل الكنيسة. خبر جايباه سكاي نيوز وكاتبه للمره الاولى في مصر مركز دراسات ازهري داخل الكنيسه. فضيله الامام الاكبر رحب وقال تحت امركم، وده ياتي في اطار سماحه الاديان السماويه، التقارب بين الاديان، حوار الاديان اللي انا بعمله كشيخ الازهر الامام الاكبر مع بابا الفاتيكان. ده كلام حلو قوي يا اخوانا، يعني يشيل الحاجات والرواسب اللي في القاع عندنا في بعض الحواري والشوارع وأئمة التطرف على كلا الجانبين. وانت بتسمعني وانت كمسيحي هيجي على بالك سؤال، بص انا بجيب لك اللي ليا واللي علي. هتقول لي طيب هل انتوا في الاسلام هتقبلوا ان يبقى في مركز للدراسات الكنسية داخل جامع؟ هقول لك لما يتقدم حد من مشيخة الازهر روحه ادرسه، يعني علاقات بالتماثل، بس انا اعتقد احنا هنوصل لهذه المرحله. الدين لله، الدين لله. بس عايز اقول لك تحيه كبيره جدا لاصحاب الفكره، لازم اذكره بالاسم يعني،
دي قادة الكنيسة الأنجيلية هم أصحاب هذه الفكرة، واللي راحوا لي فضيلة الإمام الأكبر. من الآخر كده بقى، أسعار العقارات راح على فين؟ لو أنت شاري شقة وعايز تبيعها اليومين دول أو بقالك سنة، أبصم لك بالعشرة سنة ونص اللي معاه شقة أو عايز يبيعها، لا هتقابله مشكلة كبيرة، مفيش بيع يعني. وبعدين يجي يقول لك العقار هو مخزن للقيمة، وعايز تحوش قرشين وروح اشتري شقة، اقعد ادفع اقساط. مؤخرا تم طرح كومباوند جديد بدون ذكر اسماء، الاسعار فيه تجاوزت او وصلت ل 30,000 جنيه المتر. هو احنا رايحين على فين؟ يعني الشاب هنا بقى اللي هيجي يتجوز، يا اما هيجيب شقه ايجار او لازم تفعيل مبادره التمويل العقاري. بس التمويل العقاري الاول بدا بحد اقصى 1,000,000 جنيه، ثم 1,400,000 رفعها. لازم بقى يحرر الدنيا شويه، خاصه ان فايده التمويل العقاري مبادره البنك المركزي عامله 3%. بس من حقنا جميعا نقلق في قصه ارتفاع اسعار العقار. تعالوا اروح لمهندس طارق شكري، رئيس غرفه التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وهو احد المطورين العقاريين المشهورين. مساء الفل مهندس طارق. اهلا بتمر يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا اهلا بيك. عايز اسالك، يعني هل العقار في مصر هيزيد رغم تراجع الدخل، رغم انكماش، رغم في تسريح بعض العاملين في قطاعات كانت زي السياحه السنة اللي فاتت أو كده؟ يعني على أي أساس بيتم تسعير العقار في مصر؟ هل المطورين بيسعروا عقار على سعر 20-30 وليس 20-21؟ اتفضل سيادتك. طيب أولا ابتداء، يعني حضرتك من شوية كنت سامعك بتقول العقار مخزن القيمة. هو الحقيقة يعني عشان نستقرأ المستقبل خلينا نقرأ الماضي. في آخر 10-12 سنة التطور السعري للعقار كان في اغلب الظن بانه بيزيد بين الحساب بين 50-60% في المتوسط العام. يعني الوحده اللي كان ثمنها 1,000,000 جنيه سنه 2010 حاليا بيعد بيعها بين 5-6 مليون جنيه، يعني بين 50-60% في المتوسط ارتفاع سنوي. ده حصل، ده ماضي، هو غير قابل للمناقشه ويعني الحسابات هي حسبته انه زاد حوالي 5-6 أضعاف في اخر 10 سنين. وبالتالي هي مقارنه باي وعاء استثماري اخر، سواء هي ودائع بنكيه او استثمار في البورصه او حتى في الذهب، هيكون هو الحصان الرابح، وعشان كده اعتبر مخزن للقيمه. قراءتي للمستقبل، وهو سؤال مهم جدا جدا، بالفعل مدخلات الصناعه بيحدث فيها ارتفاعات سعريه كبيره. الحديد النهارده يقارب ال 15,000 جنيه وكان من سنه بالقرب من 8,000 جنيه. يعني تقريبا زياده 90%. نعم. النحاس عالميا اللي يمثل الاسلاك والكابلات الكهربائيه كان الطن في حدود 4,000 دولار، النهارده 9,500، يعني 120%. المدخلات دي هي العناصر الرئيسيه لتكوين العقار. كمان تكلفه المان باور، المهندسين والعماله، ارتفعت بشكل واضح جدا اللي حصل بالمستوى الدخل العام. الاراضي زادت بناء على السعر العادل اللي بيتم تسعيره من خلال جهات الولايه اللي هي الدوله. نعم. اصبح المدخلات الثلاثه ارض وعماله واسمنت وحديد قطع عليهم ارتفاع، فكان طبيعي ان هيحصل تغير في السعر نتيجه ذلك. المطورين عملوا ايه؟ المطورين فعلا لقوا كلامك صح، ان قدرات الناس مش متلاقيه. فاحنا لازم عشان نجاوب نقول ايه؟ نقول هل هناك طلب حقيقي على العقار؟ الاجابه نعم، هناك طلب حقيقي جدا على العقار، لان الزياده السكانيه والاحتياج لوحدات سكنيه بالديجات اللي بتحدث سنويا اللي هي تقارب 950,000 ديجا، لا يتم بناء عقارات مقابله ليها في هذا العدد، فالعجز الحقيقي في العقارات متزايد وليس متناقص. لكن هناك فرق بين ان مشتري الوحده جاد ويرغب في شراء الوحده فعليا حقيقي وموجود، وفرق بين قدرته. هو في فرق بين القدره والرغبه، ويرغب في الشراء لكن غير قادر لان قدرته في الدخل محدوده. ومن هنا
بدأت الأول فكرة المطورين تمد أجل الأقساط اللي هي كانت حوالي 4-5 سنين في الأول، وصلت النهاردة 10 سنين من خلال المطورين، ثم وصلت من خلال بعض المجموعات اللي عرفت تعمل تنسيق مع البنوك إلى 12-15 سنة علشان يقلل قيمة القسط الشهري والسنوي بما يتناسب مع دخله، لأن مشتري الوحدة مع الارتفاع السكاني احنا بنقدر ان هيبقى في احتياج لعدد وحدات تقريبا ضعف اللي بينتج حاليا، فبالتالي الاحتياج حقيقي جدا ولازم يتم انتاج الوحدات المختلفه ليه. هقاطعك، الاحتياج حقيقي للشقق الاسكاني الفاخر اللي ب 3 و 4 مليون ولا للشقق اللي ب 700-800 ألف؟ هي فندم متوقفه على قيمه القسط، يعني لو انت قلت شقه ب 3 مليون بس بتقسط على 20 سنه، ال 3 مليون بقيمة ال 20 سنة يبقى هي مشمولة بقيمة فايدة البنك في ال 20 سنة، لكن هي الحسبة الحقيقية بالنسبة للمواطن هو قدرته على دفع القيمة، قيمة القسط الشهري، لأن لو هو مأجر للوحدة دي هيدفع قيمة إيجارية برضه، فلو كانت قيمة القسط أعلى من القيمة الإيجارية برقم معتدل هتبقى المعادلة في الآخر معادلة إنجاحية بالنسبة له. علشان كده أنا بقول إن التحدي الحقيقي مش في إن إحنا عندنا سوق قوي ومستقر وفي طلب حقيقي على الآثار، ان احنا ازاي نتلاقى العرض مع الطلب من خلال اقساط. ويمكن مبادره السيد رئيس الجمهوريه 3% دي مبادره رائعه هتحدث فرقا، الاهم فيها والتوصيه فيها هي الاجراءات البنكيه مع مشتري الوحده. ان مشتري الوحده اذا كانت الاجراءات البنكيه ميسره والطلبات مش معقده مش وقت طويل هيحدث فرق كبير، لان تجربتنا في التمويل العقاري السابقه لم تكن بالقدر المناسب للنجاح. اسمح لي اروح للمهندس فتح الله فوزي خبير التطوير العقاري. مساء الفل مهندس فتح الله، وعاوز اعرف من حضرتك رؤيه للسوق العقاري خلال الفتره القادمه، شايفه هينكمش ولا هينطلق؟ ثم اين يذهب المواطن اللي هو من الطبقه الوسطى اللي بيشكل اغلبيه المجتمع امام اسعار يصل فيها سعر متر الوحده السكنيه ل 30,000 جنيه على 15 سنه؟ مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهدين. بالنسبة للسوق العقاري رايح فين؟ طالما احنا عندنا زيادة سكانية 2.5% نسق سنويا، يعني 2.5 مليون بيزيدوا كل سنة، طالما في حالات زواج النهاردة بتحدث مليون نسمة، في احتياج للشقق لتكوين الأسر الجديدة، فهيفضل هناك طلب متزايد على السكن. صحيح. الطلب ده هو قدرته ايه على الشراء؟ 90% منه بيحتاج اسكان محدود الدخل واسكان متوسط، اسكان متوسط واسكان الفوق المتوسط واسكان فاخر. 10% من الطلب ده هو تقريبا بيكون في حدود فوق المتوسط والفاخر اللي هو بيشتغل عليه القطاع الخاص. القطاع الخاص بيشتغل على الطلب لا يزيد عن 10%. الدولة بتبني اسكان مدعم، اسكان اجتماعي، الوحدة اللي 90 متر اللي القطاع الخاص بيبيع المتر النهارده متوسطه 14-15 ألف جنيه، انت بتتكلم يعني تقريبا 1,200,000-1,300,000، الدوله بتبيعها له النهارده في اسكان اجتماعي 260,000 جنيه و270,000 جنيه، وبتدي له على 30 سنه لحسب المبادره الجديده بفائده 3%، بيدفع قسط 1,000 جنيه كل شهر على حسب قدرته. اما القطاع الخاص متوسط السعر المتر المربع فيه ما بين ال 14 ال 15 ال 16، شركتين ثلاثة اللي هم البراند في السوق اللي بيبيعوا ما بين ال 20 وال 30 ألف في السكن. انت حضرتك قلت ده بيشكل 10% من الطلب العقاري. مظبوط. انا بتكلم على الوحدات بقى الطبقة الوسطى تروح فين؟ ليس امامها الا الحكومة كده صح؟ 100% الحكومة بتعمل لهم النهارده بتعمل لهم سكن مصر ودار مصر، وبتعمل لهم اسكان جيد جدا، الوحده بتدفع 700-800 ألف أو 900 ألف، ما بتزيدش عن 900 ألف جنيه النهارده، وبيقدر يديهم من خلال التمويل العقاري، فبيقدر القسط بيكون في متناول دخله البسيط، رغم الوحده ديت مدعمه بقيمه الارض برضه، لان القطاع الخاص ما يقدرش يدعم المشتري، ولكن الوحده اللي يقدر يدعم المشتري هي الدوله بتدعمه بقيمه الارض وبقيمه تكلفه المباني. خلينا اروح للمهندس طارق شكري، على اي اساس بيتم تحديد سعر المتر العقاري يعني متر الوحده السكنيه مهندس طارق؟ زي ما قلت لحضرتك مدخلات البناء قيمه متر الارض، قيمه
تكلفة البناء من خامات أسمنت وحديد وطوب وخلاف وتشطيبات، وقيمة المان باور أو القوة البشرية اللي بتشتغل في هذا الأمر، زائد معامل الربحية، زائد إذا كان معامل الربحية في شقة تتقسط على 10 سنين المطور العقاري بياخد فيه كم في المية تقريبا؟ من 10-15% في العشر سنين ولا 15% في 10؟ 15% قيمة معامل الربحية المدروس لا يتجاوز 10-15% من قيمة الوحدة. يعني شقة مليون جنيه بيكسب فيها 100,150. باعتبار ان هو حاطط رأس مال، فبالتالي هو عنده قيمة استثمارية ياخد عليها هذا الربحية بالإضافة العملية. هو ده القيمة المتوسطة في المشروعات العقارية حاليا. بس اغلب المطورين العقاريين ان لم يكن كلهم بيبنوا بفلوس الناس الحاجزين، يعني فليه اصل الى سعر 2 مليون؟ يعني ليه اصل الى سعر متر الوحده ب $2000 مثلا؟ يعني ليه؟ طب اقول لحضرتك، لما نيجي نحلل الموضوع بهدوء كده هنلاقي الاتي. هو في الاول محتاج ان هو يشتري الارض ويقدم التصميمات والرسومات ويدفع المصاريف والقرارات الوزاريه وخلافه ويعمل حجم من العمل قبل ما يطرح. اذا هو محتاج يحط استثمار هيكون عشرات او مئات الملايين حسب حجم المشروع. نعم. في الاول، ولا يمكن استرداده ابدا من الدفعات اللي هيقدر ياخدها من الناس. بالعكس، الدفعات دي قد تستلزم يا اما دعم بنكي يا اما يعني راس مال اخر اضافي. دي التجربه الحقيقيه، لان احنا النهارده العملاء معظمهم بيستلموا حدود 50%. يعني لما الوحده يكون ثمنها 2 مليون جنيه، لما العميل بيسدد مليون جنيه بيستلم. واحنا متفقين ان الربحيه لا تتجاوز 10-15%. فبالتالي يبقى لسه ما زال في 700-800 ألف جنيه عجز بيتم تمويلهم اما من البنك فوائد بنكيه او راس مال، يكون راس مال المطورين او شركه بتاعها. فبالتالي لغايه تاريخ التسليم ما فيش فرصه لاسترداد راس المال او الربحيه بالمطلق. فيما بتزيد نتيجه عدد السنوات، كل ما حضرتك بتزود عدد السنوات انت بتزيد الفايده فبيزيد السعر. طبعا لما تحط على 20 سنه و30 سنه هتلاقي ان فيها ما يقرب. هل تعتقد تمويل العقاري مبادره البنك المركزي يحل هذه الازمه؟ طبعا هو حل سحري وانا مقتنع بيه بالكليه، لكن ينقصه ان يتم فيه ثلاث تحفظات. التحفظ الاول والاخطر هو فلسفه البنوك في التعامل مع مشتري الوحده. شركه التطوير العقاري هيبقى عندها اداره قانونيه واداريه وماليه هتمكنها من استكمال ورقها بالكامل، وتبقى هي جاهزه من جانبها. اما المشتري الوحده اللي بيطلب منه مفردات مرتب واثبات دخل ودراسه حاله واسئله ورايح وجاي، غالبا بينفر من هذا الامر وبيشوف ان التعامل مع شركه التطوير هو الالطف بالنسبه له. اذا ما كانش يحصل فلسفه تمويل عقاري سهل زي اللي بيحصل فعليا في تمويل السيارات، لما حضرتك بتروح تشتري عربيه صحيح ممكن تقعد في معرض العربيات ساعه تشرب فنجان قهوه وتمويلك يخلص، بس لما تروح تمويل عقاري اقل تقدير هتقعد شهرين ثلاثه. اتمنى رسالتك تكون وصلت للبنك المركزي. بشكرك مهندس طارق شكري رئيس غرفه التطوير العقاري باتحاد صناعات، واروح لمهندس فتح الله فوزي. طيب مهندس فتح الله، هل ضوابط البناء اللي الحكومه هتطلقها قريبا ده هتؤدي الى ارتفاع اسعار الوحدات الاسكانيه لطاقتها، بس هترفع سعر العقار للطبقه الوسطى ومحدود الدخل؟ لا، لان الاشتراطات الجديده اللي اطلقتها في اراضي متخللات، اراضي عدد بسيطه مساحات بسيطه في عواصم المحافظات. 98% من الاراضي الماده الخام بتاعه الوحدات الاسكانيه الجديده بتطلع في المجتمعات العمرانيه الجديده اللي هي لم تتغير فيها اشتراطات البناء، وبالتالي الاسعار لن تتغير بنتيجه الاشتراطات ده هي على الاطلاق، لان المجتمعات الجديده لا ينطبق عليها اشتراطات البناء. اشكرك شكرا جزيلا مهندس فتح الله فوزي خبير التطوير العقاري. وبيقولوا لي لازم تطلع فاصل، بس انا عايز اشوف يا اولاد الطفل الفلسطيني اللي خلاص نطلع فاصل.
قصة بين دولتين على زراعة بيزرعوها وبيصدروها، الرز. والصراع وصل لمحاكم دولية، محكمة أوروبية، علشان القصة دي تفهم من وراها العالم بقى بيتصارع مين اللي يحط رجله قبل التاني ويصدر إن شاء الله كمية قد كده. الرز البسمتي اللي بعض من حضراتكم بياكله وبقى منتشر في معظم المطاعم الخارجية يعني، وبعض الأسر المصرية بتستطعم هذا الأكل يعني، منشأه ووجوده في الهند. فالهند كانت مشهورة إنها هي صاحبة هذا الأرز المنتج يعني، وبتصدره لدول العالم. حصل سنة 47 انفصلت باكستان عن الهند، باكستان جزء من الهند، فباكستان فيها أيضا رز بسمتي. الرز البسمتي الباكستاني لا يقل قيمة غذائية وشهرة ومذاق وتاريخ عن الرز البسمتي الهندي، ما الاثنين كانوا دولة واحدة. قوم ايه يا مؤمن؟ باكستان بتصدر لدول الاتحاد الاوروبي 200,000 طن، والهند بتصدر 100,000 طن. دول الاتحاد الاوروبي مجموعة بتستهلك 300,000 طن سنويا من الرز البسمتي. بتاخد 200,000 من باكستان و 100,000 من الهند. الهند ما عجبهاش الكلام، وقالت انا اللي لازم اخد 300,000 بالكامل. شوف الصراع وصل لحد فين. فالهند رفعت قضية امام المحكمة الاوروبية، وقالت فيها انا منشأ الرز البسمتي وانا الاصل، والرز الباكستاني البسمتي ليس اصيل يعني، وان انا لازم ادي كتف، وادي احقيتي التاريخية والعلمية المثبتة. القضية منظورة امام محكمة الاتحاد الاوروبي. باكستان طبعا صحيت على وصف قاله احد كبار المصدرين الباكستانيين انه شعر بسقوط ما يشبه قنبلة على ام رأسه، لان غلق سوق الاوروبي امامه والهند اللي تدخل ده خراب ديار لناس كتير. هدي لك بس رقمين بفلوس يعني عشان تبقى عارف القصة. الهند بتصدر بقرابة 7 مليار دولار سنويا رز بسمتي لانحاء العالم. 7 مليار دولار، الرقم على وجه الدقة 6.8 مليار دولار. باكستان بتصدر للعالم رز بسمتي قيمته 2 مليار دولار وربع. أرقام ضخمة بالنسبة للدول يعني. فشوفوا الصراع، دول قوتين نوويتين ما بقاش في أي مجال. بص، الدولة اللي تقدر تحط رجل في سوق خارجية تبقى هي دي الدولة الشاطرة. احنا داخلين على كده في العالم، عشان بس تبقى فاهم الدنيا رايحة فين. الصادرات هي طوق الانقاذ لأي اقتصاد في العالم. الصين لو ما صدرتش للعالم هتقفل، امريكا كذلك، كل دول العالم كده. فانت لو ما صدرتش، لان كل دول العالم بتستورد، فعايزة تعمل صادرات عشان تعوض. دايما بنقول ايه لمصر والحكومة المصرية؟ امامنا سوق واعد وهو السوق الافريقي، ازاي ما ندخلوش؟ تخيل باكستان انفصلت عن الهند من 75 سنة، سنة 47. انا خايف بعد كام سنة يجي احفادنا مثلا يعرفوا يصدروا ملوخية مثلا، فتطلع لك دولة من اي حتة كده تقول لك احنا اصل الملوخية، احنا اصل الطعمية، احنا اصل الفلافل، احنا اصل البصارة، فاهم؟ ما دي اكلاتنا الشعبية. احنا اصل الفول المدمس اللي بقى بنستورده ويجي من بره. لازم تعرف النهاردة ان دول العالم بما فيها امريكا، امريكا لما بيحصل فيها كساد وعندها بطالة عندها مشكلة، رئيس امريكا يركب الطيارة
ويروح للدول الغنية في العالم وتحديدا الدول الخليج، يقول لها بقول لك ايه، احنا عندنا مصنع عامل طيارات جديدة، عايزينك تشتري لنا 30 طيارة، وعندنا أسلحة ومعدات. دول الخليج مش عايزة، في مخازنها كتير، بس هي عايزة تدعم الباش مهندس رئيس أمريكا اللي جاي. فاكرين ترامب لما باع ب 400 مليار دولار؟ هو ده اللي بيحصل، لأنه بيرجع ينتشي أمام شعبه ويقول أنا وفرت فرص عمل قد إيه؟ صادرات تعني توفير فرص عمل. يعني العمالة الكبيرة اللي شغالة في الهند عايزة تزودها أكتر. باكستان كل اللي عاملاه بتزود ضعف الهند، الهند لا، عايزه تاخد حصه باكستان بالكامل. صراع اقتصادي قوي قادم، وليس وربما ده قد يشعل الحروب. لكن تعالوا نروح، واحنا بنتكلم عن الرز البسمتي نروح للمام. في السنه اللي فاتت سنه الكورونا ازداد الطلب على الدليفري، يعني وانت قاعد طول اليوم بقى محبوس هنعمل ايه؟ حتى الحكومة كانت رحيمة بينا وقالت مطاعم الدليفري تشتغل 24 ساعة. طبعا ولادك قاعدين ليل نهار هيعملوا ايه؟ هياكلوا. يلا يا بابا نجيب بيتزا، يلا يا بابا نجيب مش عارف ايه، سندوتشات، كله زي الفل. مين اللي رقم الليلة؟ اللي رقم الليلة وزارة المالية. قالت الله، الناس اللي رايحة جاية دي دليفري هنسيبها؟ يعني ايه؟ طب ما خلي الشعب ياكل يا مؤمن يعني. قال لك لا، هو ياكل بس يعني يدينا حته صغيره كده. اسمها 14% قيمه مضافه تفرض على المأكولات اللي بتروح بالدليفري. يعني لو حضرتك عامل طلب دليفري ب 100 جنيه هتدفع عليه من هنا ورايح 114. او تقلل السندوتش قطمه. هل ده ينفع؟ اكيد ما ينفعش. هروح للاستاذ سيد صقر رئيس الإدارة المركزية لضريبة القيمة المضافة بمصلحة الضرائب. مساء الفل أستاذ سيد. مساء الخير محمد بيه. أكيد وحضرتك قاعد زينا كده في الكورونا بتبعت تجيب ديليفري، ينفع السندوتش يزيد 14%؟ ده إذا كان هيزيد 14% هي أوريدي عليه 14%. أوريدي عليه 14؟ بالظبط كده. أمال إيه القيمة المضافة اللي هتفرض على الدليفري؟ تسمح لي معليك نوضح لحضرتك. اتفضل سيادتك يا فندم. المشاهدين حضرتك القصة جاية منين؟ أنا حضرتك عندي ضريبة على قيمة مضافة وفقا لقانون 67/2016 بتفرض على كل السلع والخدمات. طيب هل معنى كده إن كل سلع وخدمات ما فيهاش إعفاء؟ ما بستثنيش؟ لا بستثنى. عندي 57 مجموعة سلعية وخدمية دي معفاة من الضريبة على القيمة المضافة. نعم. فمن ضمن هذه الإعفاءات المجموعة اللي موجودة في البند أو المجموعة رقم 16 في الجدول اللي هو بيحدد السلع والخدمات المعفاة، بيتكلم عن المأكولات اللي بتصنع أو بتباع من خلال المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة. نعم. معنى ذلك أن حضرتك اللي المحل السياحي بس هو اللي بيحمل 14% على ما يقوم ببيعه من مأكولات وأطعمة. ما الزبون هو اللي هيدفع اللي هو أنا يعني. ما ده موجود وفق الأحكام القانون. موجود أوريدي حضرتك من وفق الأحكام القانون 67 سنة 2016. إلا إن حضرتك كان صدر قرار وزير المالية في 2017 السنة التالية لتطبيق القانون، وحضرتك أعفى أو خرج بره هذا الإعفاء أربع أو خمس أنواع من المطاعم والمحال اللي بتكون ببيع هذه الأطعمة. يعني منها على سبيل المثال للحظ حضرتك بتكلم عن المطاعم والمحال اللي موجودة في المطارات والمولات التجارية والأماكن الأثرية إعفاء من الـ 14% قيمة مضافة. لا يا فندم، حضرتك خرجها بره الإعفاء. خرجها بره الإعفاء، يعني بمعنى إن هي تعامل معاملة المطاعم السياحية والمحال السياحي. اللي هم الخمس انواع دول اللي جاي لحضرتك في سردهم، حضرتك المطاعم اللي موجوده في المولات، اللي موجوده في المطارات، موجوده في الملاهي والتجمع الكومباوند السكنيه، المطاعم اللي بتقدم مأكولات مصنعه من دقيق وحلوى من عجين، المطاعم اللي بتكون جزء من سلسله سواء كانت عالميه او محليه او اللي هي لها علامه تجاريه، المطاعم اللي هي بتتضمن سعر السلعه اللي فيها او سعر المأكولات فيها بيتضمن سعر خدمه واي مبالغ كرسم خدمه او غيرها. عند حضرتك المطاعم ومحال هي بتوفر فيها الشروط السياحيه ولكن هي مش واخده ترخيص سياحي. ودي خمس
مجموعات او خمس انواع من المطاعم اللي هي بيطبق عليها حكم المطعم. طب اسمح لي بس بشكل مبسط للمواطن، انا كنت ببعت اجيب بيتزا او سندوتش او علبه كشري او سندوتش جمبري او كبده. ندي مثل واحده حضرتك، يعني قول لي مثال واحد واحنا بنطبق البيتزا بنبعت نجيب بيتزا للعيال. تمام حضرتك دي خاضعة ل 14% ليه حضرتك بقى؟ بتقع تحت البند رقم 2 اللي هي المأكولات المصنعه من الدقيق اللي هي اساسا المفروض بتتعامل معامله المطاعم ديليفري الكشري. حضرتك لا، ده كشري حضرتك اقول لك ده انا بتكلم مع حضرتك على دي اللي يعتبر مطعم، لو هو سلسله لو يقع بقى تحت ان هو سلسله من 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 سلاسل مجموعه سلاسل لمحل كشري مشهور وليه سمعته، هتاخد بالك ان دي المفروض تاخد بالك ان دي بتخضع، بس حضرتك لازم يكون في حد تسجيل، حد تسجيل 500,000. تمام يا فندم حضرتك. فاللي طبق جديد احنا حضرتك تعلم حضرتك ان زي ما حضرتك تفضلت وقلت خد بالك ان في دلوقتي شركات ديليفري بتقوم بتوصيل اطعمه ومأكولات من خلال مجموعه هي لا تسمى لا تحت مسمى مطاعم ولا محال. حضرتك الناس ده بقى في تطبيقات على الموبايل. تمام. لو انت قاعد في اكتوبر او زايد او التجمع ترد عليك ست بيت وتبعت لك الاكل. جميل. هل حضرتك بقى يبقى من مبدا العداله ان حضرتك لك ده يطالب حضرتك طالما حضرتك في طلب عليه والطلب ده ادى ان ايراداته توصل ل 500,000 وهو بيوصل الطلبات بتاعته من خلال الدليفري، يبقى حضرتك يبقى انا يعامل معامله المطاعم اولى، عشان خاطر حضرتك ما تديلوش ميزه تفضيليه على المطعم اللي بيدفع لي ضرائب وبيدفع لي اجر عمال وحضرتك لك وايجار واضاءه ونور وكل المرافق كلها حضرتك لك بيتحملها المطعم والمحل ده اللي هو انا بطلبه بيتحمل تحميل 14%. وكمان بالنسبه لي هيبقى حصر كمان حضرتك اللي بيقدم خدمه الدليفري، ما هو خدمه الدليفري دي خدمه ما هياش اساسا معفيه، المفروض لو يبلغ اللي بيقدم هذه الخدمه 500,000 في السنه المفروض ان حضرتك يسجل عندي. طيب كده اسمح لي اكملك برضو بقيه الخبر. انتوا قررتوا ضريبه قيمه مضافه 14% على التجاره الالكترونيه لما انا ابعت اجيب حاجات عبر النت وتجيل البيت. لا يا فندم حضرتك انا ضريبتي على السلع وعلى الخدمات. معايا يا فندم؟ معايا. ضريبتي على السلع وعلى الخدمه. اذا كانت السلع او الخدمه معفيه فايا كانت وسيله بيعها انا ماليش دعوه بيها خالص. ايا كانت طالما هي السلعه معفيه انا ماليش ضريبه عليها. اما اذا كانت السلعه او الخدمه ما دي خاضعه للضريبه ايا كانت وسيله بيعها، تتباع في محل او تتباع من خلال الانترنت هتاخد بالك انا معليش عليها ضريبه. ماليش عليها ضريبه خالص على الاطلاق. يعني عندنا سلاسل شهيره زي امازون والكلام ده بيجي لنا عادي ما بتاخدوش عليه ضريبه؟ لا يا فندم حضرتك زي امازون وغيره حضرتك دي طالما هو بيبيع سلعه والسلعه دي اساسا مش معفيه هي خاضعه للضريبه، هي اوريدي بيجي لي انا متحمل الضريبه، انا نفسي انا شخصيا لما بطلب حاجه من اي كان حضرتك الستور المخزن او جوميا او سوق دوت كوم او ايا كانت حضرتك الشركه من غير ذكر اسماء يعني على وجه التحديد، طالما السلعه نفسها اللي بيقوم ببيعها هي خاضعه للضريبه او هي مش معفيه معايا في جدول الاعفاء فهي بتتحمل طبيعي بال 14%. حتى لو جاي لي من بره مصر؟ حتى لو جاي من بره مصر يا فندم كلها ما فيش معامله تفضيليه اللي جاي بره مصر واللي بيتباع هنا في السوق المحلي. الا ان الفتره الاخيره محمد بيه طبعا البيع من خلال تطبيقات الانترنت او التطبيقات الموجوده على موقع التواصل الاجتماعي طبعا غطت على حجم الايرادات وحجم المبيعات. صحيح. من خلال اتمنى ده ينعكس في التحصيلات الضريبيه ليكم يعني ان شاء الله يا فندم حضرتك. هو بس طبعا انا بناشد حضرتك الساده كلهم اللي بيقوموا بهذه الاعمال او بيقوموا بهذه الخدمه ان هم مطالبين باحكام القانون حتى وفقا للنص اللي موجود في ماده 16 لان بيتكلم عليها حضرتك بيتكلم عن المأكولات التي تصنع او تباع من خلال المطاعم والمحال غير السياحي. يعني هنا عرف قال لازم يكون مطعم او محل. طب الراجل اللي بيشتغل في البيت او الست اللي هي بتشتغل في البيت وبتصنع هتاخد بالك ما هيش مطعم ولا هي محل، المفروض ان هي بطبيعه بحكم القانون هي المفروض ان هي خاضعه. خليني اشكرك الدكتور سيد صقر رئيس الاداره المركزيه لمصلحه الضرائب على هذه المداخلة القيمة. عايز أقول لك في جمعيات تضامن رائعة في العريش، كل الجرحى من إخواتنا الفلسطينيين اللي جم العريش عملوا لهم تنظيم كده قوافل ويروح يوفر لهم أكل والكلام. تعال نشوف هذا التقرير من العريش اللي عملته مراسلة المصري أفندي في العريش. موسيقى
الخير، حلقة جديدة في سلسلة الأعمال التطوعية التي يبذلها أبناء شمال سيناء لمؤازرة الدولة ومؤسساتها في موقفها الداعم للأشقاء الفلسطينيين، وتقديم الدعم للأطقم الطبية والإسعاف والهلال الأحمر بمواقع تمركزها في معبر رفح ومستشفى العريش العام وكافة مواقع تواجدها الطارئة أو أثناء تحركاتها على الطريق من العريش حتى رفح المصرية. من أول ما بدأت الأحداث في عند الإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة، طبعاً مديرية التضامن الاجتماعي اتصلت واتفقوا على أنهم هم يعملوا مطبخ في فرع شمال سيناء هنا لمساعدة الأطباء والممرضين والجرحى الفلسطينيين الذين يأتون من قطاع غزة، على أن نعمل وجبات للإخوة الأطباء والمسعفين اللي جايين على منفذ رفح البري في المستشفى الميداني اللي هم هيستقبلوا الإخوة الفلسطينيين والجرحى من جايين من غزة. أنا بدوري بقوم بجيب الفراخ واللحمة من السلع الغذائية عشان نحطها في الثلاجة هنا عشان خاطر يشتغل منها، وبنجهز التغليف الوجبات الصبح على ما يكون نطبخ ونجهز التغليف والتعبئة. ساعات من بعد هنا وكده نستنى رجالتنا تيجي نعمل نغلف ونظبط وجبات، ونستنى عربة إسعاف تيجي الساعة 12 والساعة 1 ونسلمها ونيجي نخلص هنا نخسر الدنيا ونظبط الأرضيات ونقفل. دوري طبعا أنا باجي بنقوم بالطبخ الرز وتحضير السلطات وتحمير اللحمة وبنغلفها طبعا وبنعدها حتى نسلمها للعربية الإسعاف. طبعا احنا مجموعتين مجموعة ب 12 ساعة، كل مجموعة بتسلم مجموعة تانية، شغالين على مدار ال 24 ساعة. احنا النهاردة في مطبخ الخير شمال سيناء في أزمة غزة. عايز أقول لسيادتك ان كل الاهتمام انصب على خدمة المصابين وتلقي الهلال الأحمر المصري المسعفين، فكل ده كان يعني الحمد لله الجمعيات الأهلية قامت بدور محترم ويحترم وما زال قائم، إن هم توفير الوجبات الغذائية لحوالي 150 مسعف ومشرف بدون توجيه أو طلب. وحسب الموقف دائما ما يكون أبناء سيناء ظهيرا للدولة ومؤسساتها عسكريا واقتصاديا واجتماعيا، مقدمين كل الدعم الممكن لمؤازرة قراراتها. صفاء صابر، مصر فندي، قناة المحور. زميلتنا صفاء صابر مراسلة المصر افندي بصراحة أنا بشكرها، بتعمل لنا شوية تقارير مميزة في هذا البرنامج. بس عايز أقول لك في المقابل، شايف اللقطة اللي احنا بندعم فيها أشقائنا الجرحى، أيضا هتلاقي ولادنا من الفنيين والمهندسين والمقاولين اللي لما راحوا غزة لإعادة تعميرها، طفل فلسطيني واقف بيقدم لهم مشروبات باردة. تعال نشوف هذا التقرير. شو هالجمال، شو اسمك؟ كريم. كريم ايش بتعمل قاعدة كريم؟ عبيت اعمل المهضرة باسم انا كريم عشان اوزع العمال المصريين عصير كده عشان اجي عمر معانا بلدنا. هنعمرها؟ ايوه هناك، يلا صح يا الله، يلا الدهر. أكيد أداء التوك توك أداء عشوائي، وأكيد عدد كبير من حضراتكم بيشتكي من تواجده، وربما الأطفال الصغار اللي بيقودوه يعني بيسوقوه يعني، والكبار اللي بيشربوا مخدرات إلى آخره. ده مسألة تحتاج منا كدولة إلى تقنين الأمور، وهناك مبادرة طيبة جدا ومحترمة ولكن تم تأجيلها وما عرفش السبب، استبدال التكاتك بسيارات الميني فان اللي هي التمناي. التوك توك الولد من دول يعني بيجمع له 25 ألف جنيه يتصرف ويمضي كمبيالات، يقول لك الدنيا تمشي معايا. بس انت بتتكلم على شريحة محدودة التعليم، محدودة الثقافة، همجية، ممكن يعني لما تعمل مخالفة فانت تاخد التوك توك تحبسه كده في الاسم اسبوع، عطله ودفعه 1000 جنيه يتعور. انا مع ده،
لكن مش مع التعسف في الإجراء العقابي. شوف أنا بدأ لك بقول لك إيه، أنا مع ده، لكن التعسف في الإجراء العقابي، يعني ما هي البطولة لرئيس مدينة الشروق علشان ياخد توك توك دخل مدينة الشروق يروح معلقه بالشكل ده في مدخل المدينة؟ يعني ايه هي القوة؟ انت تمثل السلطة المطلقة اللي هي سلطة الدولة، هو حد يقدر يقف قدام سلطة الدولة؟ يعني انت هنا لا تمثل نفسك، انت رئيس جهاز مدينة شروق على عيني وعلى راسي، بس ايه اللي احنا عاملينه ده؟ يعني النموذج بتخوف يا عم، خد التوك توك واحبسه، بقولك في الاسم اسبوع 10 ايام، ما انت خسرته الجلد والساق، وتعالى دفعه غرامه 1000 جنيه وقول له لو شفتك بعد كده في الشروق هقطع خبرك، انما خد توك توك وكسر يعني انا بصراحه ضد ده. انا مع التنظيم، بس الدوله لما بتيجي تحاسب وانت تمثل الدوله تمثل الحكومه بيبقى الحساب بحساب مش في المطلق كده. فالصوره دي نشرها صديق العزيز الخدوم أستاذ هاني يونس على صفحته، لكن أنا استأت منها. فأنا برجو من السيد رئيس جهاز مدينة الشروق دراسة حالة الشاب صاحب هذا التوك توك وتعويضه عن هذا التوك توك إذا كنت دمرت له أكل عيشه. هل أنا مع العشوائية؟ أنا بقول لك لا، خده واحبس التوك توك في الاسم وقعده أسبوع وخسره ودفعه غرامة، بس ما تضيعش للراجل راس ماله اللي ممكن يكون ماضي فيه كمبيالات هيتسجن بيها، صح ولا غلط؟ نطلع فاصل. موعد فقرتكم حضراتكم، فقرة هموم الناس. تليفونات البرنامج هتنزل على الشاشة وهي موجودة على الشاشة، تقدروا حضراتكم تتواصلوا معنا. أتمنى بس المتصل الكريم يقول اسمه وهو عايز ايه وايه المشكلة باختصار عشان ندي فرصة لأكبر عدد من الناس. أستاذ أمير من المنوفية، اتفضل أمير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك، بس علي صوتك. مع حضرتك امير سعيد امين شيحه من المنوفيه. نعم. المشكله بخصوص التامينات. تامينات، نعم. المعاش المبكر حضرتك. انا قدمت حضرتك في 2019 شهر 10 2019. نعم. على المعاش المبكر على السن القانوني اللي هو 20 سنه. قضيت كام سنه؟ 19 و7 اشهر، وقالوا لي تصرف معاش وقبل. وقالوا لك تستحق معاش؟ قالوا لي تستحق معاش وكان ليا سنتين سيادتك في الجيش ضمهم لي برضه. طب انت عايز تطلع معاش مبكر ليه وانت ما شاء الله صوتك حلو اهو شباب يعني؟ سعاده الباشا وحضرتك، استكمالا للتامينات، بس ان انا كنت صنايعي وبعدين سويت من صنايعي لصاحب عمل، فقلت اكمل المده. بس انت شباب يعني، ليه عايز تطلع معاش دلوقتي؟ 45 سنه حضرتك. كم عندك كم سنة؟ 45. طيب القانون الجديد دلوقتي هيقول لك حاضر قبلنا منك ان انت تطلع معاش مبكر، بس هتصرف اول معاش وانت في سن الستين، يعني ال15 سنة الجاية مش هتدفع للتأمينات اي حاجة، بعد 15 سنة تبدأ تصرف اول معاش. حضرتك قالوا لنا في المعاش اللي هيخلص 2019 مش هيطبق على حضرتك القانون الجديد، عشان كده احنا قفلنا الانشطه. على اي حال هنبعت شكواك لرئيس هيئه التامينات والمعاشات. حاضر. ام حمزه الجيزه، اتفضلي ام حمزه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك استاذ محمد، ايه اخبارك؟ اهلا بيك، اتفضلي. اهلا بيك حضرتك.
حضرتك كنت عايزه اقول لحضرتك على المشكله بتاعتي. انا متزوجه ومعايا طفلتين وكل زوجنا يعني ما بيشتغلش، معهوش وظيفه ولا صنعه ولا حاجه، وكل ما نقدم على معاش تكافل وكرامه ما حدش بيمشينا الورق ويقولوا الورق اتلغى ده تركن. ده جوزك عنده كام سنه؟ جوزي عنده كام سنه؟ عنده 27 28 سنه. ينفع 27 سنه وياخد معاش تكافل وكرامه؟ اه ناس اقل من كده وبتاخد، احنا ساكنين بالاجره. طب ما هو يشتغل، ده في عز شبابه. ما هو مفيش وظيفه، مفيش صنعه. يقدر يشتغل فرد امن في اي تجمع سكني. احنا سالنا ب 1200 و1500 جنيه، احنا بندفع بس ايجار 1000 جنيه. طب ما ده وانت فكرت تكافل وكرامه كام يعني؟ اه اي حاجه تساعد يعني. 500 جنيه هتعمل ايه؟ ما ينزل يشتغل بال 1200 على 500 وندفع الايجار. احنا والله متراكم علينا ايجار كتير وعاملين قرض. طيب ماشي، اتفضلي. مين يا شباب؟ مصطفى من اسوان. ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ كويس تمام. اهلا بيك يا مصطفى. الله يخليك. والله معايا جوز اختي توفى في 2019. توفى نعم. في الباكرة. نعم. انا في الكربون. نعم. توفى عن اصابه عمل، لغايه دلوقتي ما صرفوش اصابه العمل من التامينات ولا من شركه ترابكو. وهو متوفى من 2019؟ اه من 2019. تعويض لغايه دلوقتي ما صرفوش تعويض اصابه العمل ولا من شركه ترافكو ولا من التامينات. طيب ورغم ذلك قدم له الورق لغايه دلوقتي، الورق متعطل. انت ورقك قدمته للتامينات؟ اه الورق متقدم للتامينات. هتواصل معاهم حاضر يوم الاحد. تمام. لان ده يعني حسب كلامك ده حقك يعني. حاضر. تمام. ابراهيم كفر الشيخ. ايوه. ايوه ابو خليل. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا حبيبي؟ قول. الله يخليك. انا صحيتك من النوم شكلي. انا راجل مريض سكر يا بيه، انا عندي 60 سنه الاول. اه انا راجل مريض سكر ورجلي مقطوعه وعندي الرئه وعندي القلب 18%، واخد بالك؟ ومناعه مفيش، وانا قدمت معاش في كفر الشيخ واخد بالك مرتين، ونروح نسالهم يقولوا مره شغال ومره مش شغال، واخره المتمه انا قعدت في ابو المطامير ونقلت الاقامه هنا. اديت الدوسيه. انت قدمت على ايه؟ تكافل وكرامه؟ لا قدمت معاش في معاك. انت مؤمن عليك اساسا؟ لا ما امنتش ولا حاجه، ده انا راجل تعبان قال لك اعمل كذا كذا، عملت كوميشن طبي في المنصوره واللي هم قالوا عليه عملته. طب انا بس سؤالي، انت قدمت لمين عشان نكلمه؟ قدمت للمكتب الشؤون الاجتماعيه اللي في محله القصب مرتين في كفر الشيخ. ده كده وزاره التضامن. وجيت انا هنا، جيت انا هنا قعدت في ابو المطامير وغيرت محل الاقامه، عملت ابو المطامير. فجيت ناس ولاد حالات زي حالاتك قالوا هات الدوسيه، هيعمل دوسيه وهاته وهندوه للاستاذ حمدي ابو خشيم اللي هو عضو مجلس الشعب، وفعلا عنده بقاله يجي شهر ما اعرفش عمل فيه ايه، وانا اقسم بالله ما عندي حاجه نصرف منها خالص، والدنيا بايظه معايا يا استاذ محمد. حاضر يا ابراهيم، حاضر. هروح لمدام ان الاسماعيليه. اتفضلي ان. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا مشكلتنا باختصار جدا مع مديريه التربيه والتعليم في الاسماعيليه. نعم. تمام. بتتلخص من شهر 11 اللي فات، السنه الدراسيه اللي احنا كنا فيها. تمام. بارغامنا على دفع مصاريف الكتب الدراسيه للمدارس التجريبي الرسميه. تمام. للغات. دلوقتي احنا عايزين زينا نتساوى زينا زي بقيه محافظات الجمهوريه، اللي بقى الموضوع اختياري. هم في محافظات تانية جعلوا موضوع الكتب اختياري، عندنا في مديريه التربيه والتعليم متعنته جدا 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 علشان خاطر ندفع مصاريف الكتب لازم واجباري، واتقالت لنا كده بالنص في مديريه. هي قيمه الكتب كام يا مدام ان؟ بتتراوح من اول كي جي اللي هي 690 لحد 1035 في سنه ثالثه ابتدائي، في حين ان انا جبتها من مكتبه تمام ب 240 جنيه سنه ثانيه ابتدائي. تمام. ولما جينا قلنا لهم يا جماعه الفرق دوت ايه، قال لك ده دي تعليمات جايه لنا من الوزاره. طب رحنا دلوقتي الوزاره، قدمنا في شكاوي الوزاره، شكاوي الوزاره بعتت لنا وقالت لنا
ان مصاريف المدرسه اجباري، مصاريف الكتب اختياري. الدكتور طارق شوقي بنفسه قال ان يا جماعه ان انت تودي ابنك السنه دي المدرسه او ما توديهوش ده اختياري. هل قال ان انت مجبر ان انت تدفع مصاريف المدرسه؟ طبعا اضطرينا ان احنا نمشي في جميع الاتجاهات، رحنا النقابه الاداريه ورحنا الرقابه الاداريه ورحنا النيابه ورحنا الاقسام وعملنا محاضر بده كله، وبيحققوا الناس مشكورين وواقفين معانا جدا جدا جدا، وفي ناس من داخل مديريه التربيه والتعليم في الاسماعيليه عارفين ان احنا صح بس مش قادرين يتكلموا. ليه؟ انتوا كم واحد؟ كم اسره؟ كم وليه؟ احنا كتير جدا، احنا الاسماعيليه كلها أنطرة غرب أنطرة شرق لحد ضواحي اسماعيليه. خليني اناشد المحترم دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم بحث هذه الشكوى وافاده البرنامج. حاضر. محروس من المنوفيه ثم عمر الاسكندريه. محروس اتفضل. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا حبيبي. دلوقتي احنا بقى لنا سنه ونص تقريبا مدخنين الغاز عندنا في قريه عرب الرمل تبع المركز وسط محافظه المنوفيه. حضرتك دلوقتي احنا كارت الغاز دلوقتي كل ما نروح نشحنه دايما اقول لك السيستم واقع، دايما في زحمه، مفيش غير منفذ واحد حضرتك في البلدين عرب الرمل وقريه اجور للغاز. احنا بنطالب حضرتك دلوقتي من صوتنا يوصل للمسؤولين ان يبقى في اكتر من منفذ، او يبقى على الاقل خالص يبقى الكروت تشحن من مكنه فوري. اللي يحل المشكله مين؟ رئيس شركه البلد. ايه؟ رئيس شركه غاز. ايه؟ غاز مصر. غاز مصر. غاز مصر. حاضر محروس. اخد اخر اتصال تليفوني عمرو الاسكندريه. اتفضل عمرو. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. والله هو باختصار كده هو بناء على يعني اللي بيحصل من في الدوله والتجديدات والتحديث والتحديث اللي بيحصل من السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء، ادوا الامل للواحد انه يفكر يعمل مشاريع خاصه بالشباب وكده، واحنا متضررين السياحه. فتقدمت بمشروع كده بسيط صغير جدا للسيد محافظ البحيرة عن طريق أحد النواب اللي هو عادل بيونس. خد المشروع وقال لجنة استثمار، رغم أن الموضوع مش خاص بلجنة الاستثمار هو خاص بمجلس المدينة. تم الموافقة أو يعني استوفيت كل الموافقات وكل الإجراءات اللي طلبت مني عن طريق لجنة الاستثمار، وكان هو المشروع قائم في الدولة سواء عن طريق الدولة أو سواء عن طريق القطاع الخاص، زي مثلا مشاريع 306، زي الوطنية للطرق والكباري، في المنصورة، في كذا حد يعني عمله كقطاع خاص. أنا هنا الموضوع مضاف إليه شوية حاجات، فيها دعم للتنمية البشرية، فيها دعم للأسر المنتجة والأيتام وكده، وكله مجانا، وحتى هو خدمة بيئية مجانية خالص. يعني أنا طلب حضرتك يا أستاذ عمرو، طلب حضرتي ان يعاد، يعني انا بخاطب السيد معالي رئيس الوزراء ان هو يبص في المشروع تاني، لان هو بيشغل 500 شاب على الاقل في فتره اقل من 3 شهور، وهو عباره عن تنميه مهارات الشباب. يعني خليني اناشد واضم صوت لصوتك مكتب السيد رئيس الوزراء، يا ريت الاستاذ هاني يونس يتواصل معنا وادي له بيانات حضرتك. حاضر. الحلقه انتهت معاكم، كل الشكر ليكم، ولا تنسوا القائد العظيم اللي بدأنا بيه حلقتنا النهاردة، المشير الجمصري. احكوا قصته لأولادكم وأحفادكم. أشوفكم بكرة على خير وحلقة جديدة من المصرف أفندي. سلام عليكم.